طرابلسي لم يكن من باب الصدفة، كان من باب بصراحة نقوله كان من باب ممكن الديمقراطية نوعا ما في الآراء وفي اتخاذ القرار، لأنه معناتها رئيس الجامعة أعطى ثقته في المدرب سامي طرابلسي، ولم تكن الثقة هذه معناتها لا معناتها كانت في محلها. نتصور أنه سامي طرابلسي بهذه التظاهرة ونجاحه في هذه التظاهرة يفتح معناتها أفق أبواب كبيرة إلى ممكن المدربين الشابين في تونس والأمثال معتها في أوروبا كثيرة جدا. ونتمنى أنه أتمنى وفي نفس الوقت أنا ممكن عندي ثقة كبيرة في مستقبل تونس على مستوى اتخاذ القرارات، سوف تكون معتها اتخاذ القرارات بكل ديمقراطية وبكل شفافية، ومعتها نبتعد على الوحدانية وعلى معتها التعسف. طيب سنعود إلى هذه النقطة مهمة جدا نجيب بالنسبة للمنتخب التونسي وبالنسبة لمستقبل الكرة التونسية. هذا الآن تتويج المنتخب التونسي بهذا اللقب كأس أفريقيا طبعا لتونس في السودان، وتسليم الميداليات من طرف جوزيف بلاتر وعيسى حياته، وكل اللاعبين التونسيين يستحقون التحية ويستحقون الإعجاب، ونسجوا على منوال الشعب التونسي في الفترة الأخيرة، العزيمة والتحدي وحب الانتصار، وصلوا إلى ما كانوا يريدون في النهاية، ما كان يريد المنتخب التونسي مثل الشعب التونسي، أراد الانتفاضة فوصل إلى الانتفاضة، المنتخب التونسي وصل السودان أراد هذه الكأس ووصل الحصول على هذه الكأس، فهذه حسب اعتقادي روح جديدة بالنسبة لتونس وبالنسبة للمنتخبات. ونجيب تحدثنا وأنت تعرف ربما أكثر مني، وأن المنتخب لما يتخلى عن الضغوطات ويتخلى عن التعليمات والتوصيات وإلى غير ذلك فبإمكانه أن يعطي الكثير، لأنه لعب من أجل الفوز، لعب من أجل إهداء هذه الكأس للشهداء الأبرار التونسيين الذين توفوا في الحوادث الأخيرة. فهذه الناحية مهمة جدا، اللحمة الوطنية الكبيرة اللي أصبحت موجودة في تونس، لأنه في السابق كانوا الانتصار لأفراد لشخصيات معينة لحزب معين لشيء معين، لأنه في طائرات خاصة وما إلى ذلك، واستمعنا إلى هذا الخطاب في العديد من المناسبات وكم ملينا منه. نتحدث عن الكرة، فالكرة اليوم والروح الوطنية والروح التونسية والروح الانتصارية أعطت هذا التتويج. والله يا هشام المنتخب كفى ووفى زي ما يقولوا. أول لقاء ليه بقطع النظر على النتيجة كان تعادل مع أنغولا 1-1، إلا وبعد المباراة سمعنا تصريحات المدرب والجهاز الفني والجهاز الإداري لكله أنه وصلنا إلى السودان للرجوع بهذه الكأس، وكانت فيه معتها ثقتهم كبيرة جدا، ومعتها السبب اللي خلاهم معتها يتفائلوا بهذه الكأس هو إرجاع معناتها رد الجميل الى كل من ساهم في الثوره التونسيه وكل الشهداء الذين معناتها رموا بارواحهم وانفسهم في هذه الثوره، معناتها وخاصه معناتها محمد البوعزيزي الذي كان له دور نقوله بصراحه في هذه الثوره. ونتصور انه المنتخب معناتها وفى بوعده ورجع بالكاس، واتمنى ان يكون الاستقبال على المستوى بالنسبه لهذا المنتخب. يعني ناصر حتى لو المنتخب التونسي ما فازش بالبطولة فالوصول إلى الدور النهائي يعتبر إنجاز في وقت حاضر، وهذا في حد ذاته هذا إذن التتويج لتونس، الانتصار لتونس، هذه الكأس الإفريقية الأولى لتونس للاعبين المحليين، انتصار تونسي بحت، الانتصار تحت إدارة المدرب سامي طرابلسي، المساعد نزار الخنفير، الطاقم الفني التونسي بحت، يتفوز تونس بهذه الكأس الإفريقية. ولابد من أن أقول وأؤكد وأقول أنه فوز تونس الجديدة بهذا الانتصار بهذا اللقب الأول في تاريخ تونس الجديدة، وما أحلاه لقب، وهذا اللقب له طعم خاص ونكهة خاصة ولا يقارن بأي لقب كان في تاريخ الكرة التونسية. هذا لقب الشجاعة، هذا لقب رباطة الجأش، لأنه في النهاية المنتخب التونسي أبى إلا أن يشارك في هذه التظاهرة. كان ممكن يقول لا، تونس تمر بظروف صعبة، لا، مباراة واحدة ودية ثم اللاعب هذه الدورة ويفوز، لكن هذا أيضا شيء مهم. فمرة أخرى
تونس على المستوى الكروي تعطي مثال يحتذى به في العالم العربي. صحيح هشام، يعني في الظروف الحالية ممكن نقول أن هذه المباراة كانت نضال للاعبين التونسيين وللشعب التونسي ككل. في ظروف صعبة التحضير، في ظروف اللي نعرفها موجودة في تونس مع المشاكل السياسية، لكن بعيد عن كل هذا فشفنا مجموعة أبطال موجودين، يعني كل رغبتهم في الوصول إلى حد أقصى في هذه البطولة، فكان الهدف الممكن الوصول إلى المربع الذهبي كان هو الهدف، وتعتبر النهائي والكاس كفاكهة عشاء. فهذه زيادة، وأنا أقول يعني بكل صراحة عميق القلب من صميم القلبي أنه هذه بطولة، هذا نضال يعني متوازن مع نضال الشعب التونسي اللي موجود هناك، فكانت معركتين في تونس ومعركة في السودان. ومبروك مرة أخرى للمنتخب التونسي، المنتخب العربي اللي كنا تكهنا عليه أنه يوصل إلى المراكز الأولى، فها هو في المركز الأولى، وكانت تمنيتنا أن الكأس تعود إلى منتخب عربي، فهي للمنتخب العربي، فأحسن الهدافين عرب، فأحسن الفرق عرب، فهذا يعني يشجع الكرة العربية على العموم والكرة التونسية خاصة في الظروف الحالية للثورة التونسية. ونتمنى التغييرات الكثيرة في المنتخب التونسي حتى اللاعب والشعب التونسي يتمتع بحريته في كل ديمقراطية وهنا. والانتصار عربي جديد على ارضيه عربيه، ونحن سعيدين على ارض عربيه، فالكل احنا اكثر سعاده بالفوز، والعالم العربي والحمد لله يعيش الانتفاضة إيجابية إن شاء الله تكون مباركة على العالم العربي، لأنه الكل 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 ممتاز للعرب، هذه الاستفاقة لكل الشعوب. أعتقد إنه انتصار تونس فعلا انتصار العالم العربي، ونحن بالذات في السودان نكن تقدير كبير للكرة، كرة شمال أفريقيا بصفة عامة والكرة التونسية، فانتصار يعكس يعني أن مكانة الكرة التونسية الآن هي في المكان الصحيح، يمكن ربما تكون أيضا دعوة للإخوة في العالم العربي أن تونس تخطط مرحلة الثورة الآن، ترحب بالكؤوس وبالبطولات وأيضا ترحب بالناس، لأن تونس دولة سياحية، فالآن هي ترحب بالناس إذا هم أبناءها يشاركوا في هذه البطولة، وتعني أن تونس الآن مفتوحة لكل الناس، ويعني في ساعات فرح وفي ساعات انتصار، وبالتالي هي يعني تخطو خطوات نحو المستقبل، وأعتقد أن مستقبل الكروي بالنسبة لتونس.